يقول عالم الأحياء الشهير ريتشارد دوغنز في كتابه The Selfish Gene، الجين الأناني، بأن الجودة الغالبة تكمن في جين ناجي ناجح، هي التي تعتمد على الأنانية القاسية. ويضيف على ذلك بأن عادة تؤدي أنانية الجينات إلى خلق أنانية في السلوك الفردي. وعلى ما يبدو بأن زعماء العالم هم أكثر البشر أنانية، وأنانيتهم تتسم بالقسوة أكثر من أنانية غيرهم، فلا مانع لديهم من أن يدخل العالم في حرب طاحنة من أجل أن يحققوا مجدا شخصيا أو أن يحققوا مكاسب شخصية. وأتذكر أنني قرأت في يوم من الأيام جملة لأحد مؤسسي الاتحاد السوفيتي، وهو جوزيف ستالين، يقول فيها بأن موت شخص واحد كارثة ومصيبة كبرى، أما موت ملايين البشر فهي مجرد أرقام وإحصائيات. فما الجديد الذي طرأ لتصل الأوامر للجيش البريطاني بالاستعداد لحرب عالمية ثالثة؟ وكيف تعمل بريطانيا على هزيمة روسيا في أوكرانيا؟ وماذا يقول بوتين عن التهديدات البريطانية لروسيا؟ كل هذا وأكثر ستعرفونه في هذا الفيديو. وإن كنت تشاهد القناة لأول مرة فأدعوك للاشتراك. بريطانيا الدولة التي خاضت حربين عالميتين، بل كانت لاعبا رئيسيا في قيام الحربين الأولى والثانية، ها هي تمضي بخطوات ثابتة نحو الحرب العالمية الثالثة من خلال أوامر صريحة أصدرها قائد الجيش البريطاني الجنرال باتريك ساندرز، حيث أبلغ جنوده بضرورة الاستعداد لمواجهة الدب الروسي في حرب عالمية ثالثة محتملة، وذلك حسب ما نقلت وسائل إعلام بريطانية. وعلى ما يبدو فالقائد الجديد للجيش البريطاني هو قائد حرب لا سلم، إذ لم يمضي على تسلمه لقيادة الجيش البريطاني سوى أيام معدودة، وها هو يطلق اليوم تصريحات نارية تجاه روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، إذ قال بلهجة حازمة بأن الحرب الروسية الأوكرانية هزت أسس الأمن العالمي، وتعهد بإعادة صياغة الجيش الملكي البريطاني ليكون قادرا على هزيمة روسيا في الحرب. ولم يكتفي بهذه التصريحات فقط، بل طلب من الجنود البريطانيين وبشكل مباشر بأن يستعدوا للقتال في أوروبا مرة أخرى، في إشارة إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية في المرات الماضية. وأكد لقواته بأن العالم تغير منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وكما هو معروف للجميع فالمناصب القيادية في الدول تتغير على حسب الحاجة، ففي أوقات السلم يختارون وزراء وضباط معينين لقيادة الوزارات وقوات الجيش، وعادة تكون شخصياتهم أقرب إلى الدبلوماسية، في حين أن الوضع يختلف كليا في أوقات الحروب، إذ يتم استبدال الوزراء والضباط الدبلوماسيين بأشخاص يتسمون بحزم أكثر في قراراتهم، ويميلون نحو وضع الخطط التي تتلائم مع أجواء الحرب. وعلى ما يبدو فالجنرال البريطاني الجديد باتريك ساندرز هو من صنف الجنرالات المحاربة التي تميل للمعارك أكثر من الدبلوماسية، رغم أن لا دبلوماسية تنجح بلا وجود قوة تدفعها من الخلف. لذلك فتصريحات ساندرز كانت موجهة بشكل مباشر إلى روسيا، إذ سماها بالاسم عندما قال بأنه سيعمل على تشكيل جيش قادر مع الحلفاء على هزيمة روسيا. وبريطانيا من أكثر الدول انخراطا في الحرب في أوكرانيا، فهي ورغم المآسي الاقتصادية التي تعيشها تعتبر داعما رئيسيا للجيش الأوكراني في حربه ضد الجيش الروسي، إذ يقدم البريطانيون شتى أنواع الدعم لهم، من مساعدات عسكرية وتدريب ومعونات إلى الدعم المخابراتي الكبير الذي تقدمه المخابرات البريطانية الشهيرة MI6 لجيش وحكومة أوكرانيا. تفعل بريطانيا كل ذلك في وقت تعاني فيه من وضع اقتصادي سيء،
فحسب خبراء اقتصاديين، تخلي الأوروبيين عن إمدادات الطاقة الروسية بسبب الهجوم على أوكرانيا ساهم في انكماش الاقتصادات الأوروبية بنسبة كبيرة، وهو الشيء الذي يزيد من خطر دخول كثير من الدول الأوروبية في ركود اقتصادي في العام المقبل، وعلى رأس هذه الدول بريطانيا، الدولة التي لم تهتم بالتهديدات الروسية من إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، إذ هي تستعد الآن ورغم ما تعانيه اقتصادياً لإرسال أول دفعة من صواريخها البعيدة المدى إلى أوكرانيا، وذلك حسب ما صرح وزير الدفاع البريطاني بن والس، الذي أكد بأن نظام الإطلاق الصاروخي M270 سيساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا، علما أن هذه الصواريخ في حال وصولها إلى كييف ستملك أوكرانيا حينها القدرة على ضرب مواقع عسكرية حساسة في الداخل الروسي، وهو الشيء الذي دفع الروس لتهديد دول الغرب مرارا من نتيجة تزويد الأوكرانيين بمثل هذه الصواريخ، إلا أن وزير الدفاع البريطاني أكد بأنها ستصل قريبا إلى أوكرانيا، وحسب ما نشرت BBC عن مصدر لم تذكره، فسترسل لندن 3 صواريخ في الوجبة الأولى، وسترسل وجبات أخرى لاحقا، ويتم إرسال هذه الصواريخ بالتنسيق بين لندن وواشنطن، إذ أن الولايات المتحدة قررت هي الأخرى إرسال أنظمة صاروخية لأوكرانيا ستصلها قريبا. وأثارت هذه الخطوات البريطانية الأمريكية غضبا عارما في روسيا، وصل حد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستوسع قائمة الأهداف التي ستهاجمها إذا ما أرسلت الدول الغربية أسلحة بعيدة المدى إلى كييف. ووصول الأسلحة البعيدة المدى إلى أوكرانيا هي مسألة وقت ليس إلا، ولأن الغرب يعلم بأن هذه الأسلحة ستقلب موازين الحرب في أوكرانيا، وبأن بوتين لن يسمح بحدوث ذلك من خلال التصعيد الذي قد تصل شرارته إلى مصالح غربية استراتيجية. إذن فالجميع يعمل على أساس أن الحرب العالمية الثالثة قادمة لا محالة، وأن المسألة صارت مسألة وقت ليس إلا، ولن يمنع وقوعها إلا حدوث معجزة من معجزات الدهر. لذلك أمر القائد الجديد للجيش البريطاني قواته للاستعداد لحرب عالمية ثالثة، رغم أن بريطانيا تشهد مظاهرات في شوارعها بسبب غلاء الأسعار والمعيشة التي من المتوقع أن تزداد أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة وأننا نعيش في فصل الصيف، فما بالك إن جاء الشتاء ولا يزال البريطانيون والأوروبيون يعانون من غلاء أسعار النفط والغاز. ورغم ذلك دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تقديم تمويل أكبر من أجل دفع أجور العمال والموظفين الأوكرانيين، والعمل على استمرار المدارس في المدن الأوكرانية، والبدء بإعادة الإعمار حيثما أمكن ذلك حسب تصريحات جونسون. وهذا التصريح يقول لنا بأن القضية الأوكرانية بالنسبة لبريطانيا هي قضية محورية واستراتيجية في السياسة والاقتصاد البريطاني، وبأن هزيمة أوكرانيا ستكون بمثابة هزيمة بريطانيا والعكس صحيح. فهل ستنتصر بريطانيا في أوكرانيا أم أنها ماضية لتواجه روسيا في حرب عالمية ثالثة؟ شاركونا آراءكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.